تنطلق فعاليات اليوم الأول من قمة أقدر العالمية الثالثة بمحور التعليم والخدمة الوطنية مقومات أساسية لتمكين الشباب الإماراتي. يقدم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ورقة عمل حول فلسفة المدرسة الإماراتية في تطوير منظومة التعليم في الإمارات وتشمل معايير المدرسة الإماراتية، مبينا أن مناهج المدرسة الإماراتية وضعت وفقا لدراسات دقيقة ومقارنات معيارية مع الدول المتقدمة في مجال التعليم، إذ قامت الوزارة باختيار منظومتها التعليمية الحديثة تحت مظلة المدرسة الإماراتية بعد استعراض أفضل المنظومات التعليمية في العالم. وفلسفة التعليم في المدرسة الإماراتية تبنى وفقا لمعطى محوري وهو أن العالم متغير. قمة أقدر العالمية الثالثة، تنمية العقول في ازدهار الأوطان.